نغني لكم تحت الميه. بصي يا رنا اعملي الحركه دي. بصي بتعمل زي ايه؟ وفي حد وبعد ما ايه الرقص العجيب ده؟ طيب قلبي كوابي دخلين خرج الليلتي اسماعيلي ما تطير. بس يا رنا 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 هات الموبايل. طيب يلا يا رورو بس يلا رنا. لا قرص يلا قرص. اعملي كده رنا. بس رنا اعوذ بالله من اللبس. امسكي عنك ضغطه. يلا يوسف يلا يوسف. ايه الرقص يا بيه؟ في سجنة. خالته لما جت من الجامعه جابت لنا ايه؟ جابت لنا شاورما. بصوا الفكره يا جماعه دي مش اول مره احنا كل يوم ناكلها. جابت لنا كل واحد واحد. ادي اول واحد شاورما. استنى وطحينه واحد شاورما.
انت قاعد مستني ايه يا يوسف؟ ما حطش. بصوا يا جماعه توميه برضو الراجل ما عايش فيه حطينا توميه. بصوا لسه واكلين الفراخ يا جماعه، بس احنا ما بنشبعش خالص طول النهارده. 24 اكل 24 ساعه اكل شاورما اهي. احنا اهم حاجه تاكل، احنا اهم حاجه يا جماعه ناكل، بس كل شويه بنجوع عشان عندنا كرش ما بنشبعش. عندنا يا جماعه هنا في العيله لو كلنا حاجه ما بنشبعش. بس اللي هاتي الحاجه اللي انت خدتيها. يلا اتكلم. انت خبيتي ايه؟ الورقه بتاعتها. بصوا يا جماعه معادني يا جماعه خدتوا دي متخلفه يعني احنا بنعمل محشي هنا وصحي وجميل. ايه رايك بس روح هتجيب لنا محشي؟ طب يلا بس احنا هناكل محشي ايه يا جماعه؟ طب يلا بس احنا بنعمله في البيت. مش دكتوره يا ابني؟ شاورما شاورما لحمه. خليتنا على فكره دكتوره بتاكل محشي؟ امال الدكتوره بتاكل ايه؟ بتاكل اكل صحي. ما بحبش الصحي انا. بصوا جابت لنا اهو توميه. بصوا رنا بتعمل ايه؟ وطبعا ورق عنب. يا رب يا جماعه يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم القناة. يلا باي. يلا مع السلامه، بحبكم اغلى حاجه في حياتي. خالته يا لبسوا سوسو ماتش يا حبايبي. خد يا خالته. لا لا لا.